خد بالك في طريقة تانية لحساب الدالة بتاعت فيبوناتشي، ممكن أعملها باستخدام الأمر ييلد. إحنا هنعرف فانكشن بالطريقة العادية خالص أهوت، هقول له ديف وفانكشن نيم اللي أنا بسميها فيبو، وبتاخد متغير واحد اللي هو ان نفس اللي فات، وايه بيساوي بي بيساوي واحد، يعني المتغير ايه بيساوي واحد والمتغير بي هو كمان بيساوي واحد، وبقول له فور واي ان رينج ان. ليه؟ لان الان ده هياخدها لما بستدعي الفانكشن بتاعتي. وقمت قايل له ايه؟ ييلد ايه؟ يعني رجع لي عناصر مين؟ رجع لي عناصر ايه؟ وتحت ييلد قلت له برضه ايه بيساوي بي، وبي هي عباره عن ايه بلس بي. قلت له ايه بيساوي بي، وبي هي عباره عن ايه بلس بي. وخد بالك بقى الامر ييلد زي ما قلت لك قبل كده، انا اقدر اتعامل معاه بطريقتين، لان ييلد بتديني عنصر عنصر. ييلد بتديني ايه؟ تديني عنصر عنصر، فلا بد كل مرة استخدم لوب تاني يستدعي لي الفانكشن الاصلية، عشان في اول مرة ياخد العنصر الاولاني ويعمل معاه اللي انا عايزه، وفي ثاني مرة ياخد العنصر الثاني ويعمل معاه اللي انا عايزه، وفي ثالث مرة ياخد العنصر الثالث ويعمل معاه اللي انا عايزه، وهكذا. او ان استدعيها بطريقة الامر اللي اسمه نيكست. فانا قلت انا هجيبها عن طريق اللوب الثاني، وفي اللوب الثاني هستدعي الفانكشن بتاعتي اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها فيبو، وهديها قيمة الان اللي هي بكام؟ اللي هي ب 20. نفس الحكاية لما اقول له هنا، لما بيشوف تعريف الفانكشن بتاعتي مش هيدخل فيها اطلاقا، وهينزل تحت لاني بستدعي الفانكشن. لما بستدعي الفانكشن هيقوم طالع فوق لاني بقول له ان ب 20. طب وبرده تحتها انا قايل له ايه بتساوي واحد وبي بتساوي واحد، وهيقوم داخل شايف هل وايب الرينج؟ اه ده الرينج، انا عندي رينج كبير من 0 لغايه 19، اعمل فيه اللي انا عايزه. ييلد ايه؟ هيقوم مرجع لي اول مره بايه؟ قيمه الاي. طب قيمه الاي في اول مره بكام؟ بواحد. كويس جدا. ويقوم رايح مخلي لي ايه بتساوي بي، ايه بتساوي واحد وبي برضه بتساوي واحد، يبقى ايه برضه لسه في اللوب الثاني هلاقي ايه بواحد وبي بواحد. طب بي بكام؟ بي هي عباره عن بي القديمه اللي هي بواحد زائد الاي اللي هي بكام؟ بواحد. يبقى بي في الحاله دي باتنين. يقوم رايح لفيبو تاني هلاقيني بستدعيها، يقوم طالع لها تاني، ويقوم داخل جوه مين؟ جوه اللوب. لما يدخل جوه اللوب هلاقيني بقول له ييلد ايه؟ طب ايه بكام؟ برضه بواحد. هيدخل جوه لاني بقول له ايه بيساوي بي، بي في الحاله دي بكام؟ باتنين، وبي هي عباره عن مين؟ ايه بلس بي. طب اتنين زائد واحد بتلاته، استدعي الداله تاني، يقوم داخل جواها هلاقي ايه بقت بكام؟ ايه بقت في الحاله دي بتلاته، وهكذا يفضل يرن لغايه اما يديني مين؟ لغايه اما يديني الفيبوناتشي. احنا بنسميها متسلسله فيبوناتشي، بس هيديني في الحاله ديت ايه؟ زي ما قلنا قبل كده الامر ييلد بيديني رقم تحت التاني، مش بيديها لي في لسته جنب بعضيها، لان الامر ييلد بيروح يجيب الاول الرقم الاول، وبعد كده هلاقيني بستدعي الفانكشن يروح يجيب الرقم التاني، زي ما شفنا بالظبط اهوت، واحد وواحد واثنين وثلاثه وخمسه، اللي هو كل رقم في المتسلسله هو عباره عن مين؟ هو عباره عن مجموع الرقمين اللي قبليه، زي ما شفنا قبل كده. عندي حاجة برضو اسمها الريكيرسيف فانكشن. الريكيرسيف فانكشن يعني الدوال المتكررة، يعني الدوال اللي بتعمل استدعاء لنفسها، الدوال اللي بتعمل استدعاء لنفسها. تعال نشوف مثال للريكيرسيف فانكشن ونشوف ازاي الدالة بتستدعي نفسها. زي ما قلت لك قبل كده انا بعرف دالة بالطريقة العادية خالص، بقول له ديف، واسم الدالة بتاعتي هسميها فاك اللي هي فاكتوريال، يعني فاك فاكتوريال، وهقول له فاك اوف ان، مفيش مشكله ديت. انا بعرف داله، الداله اسمها فاك وبتاخد متغير واحد اسمه ان. وقمت نازل تحت الداله بتاعتي حاطط الشرط بتاعي، قلت له اف ان ايكوال ايكوال 1، قلت له والله لما الان تساوي واحد ريتيرن واحد، رجع لي ايه؟ واحد. وناخد بالنا الامر ريتيرن هو بيحسب لما يلاقي قيمه ان هتساوي واحد، هيقوم حاسب له واحد، بس مش هتبعه غير لما انا اقول له برنت، مش هتبقى لما اقول له ايه برنت. طب لو ما كانتش الان بواحد بقول له ايه؟ بقول له ايلس. يعني غير كده، غير كده يعني لو ان مش بتساوي واحد رجع لي مين بقى؟ ريتيرن ان في فاك ان ماينس واحد، رجع لي ان مضروبه في فاكتوريال ان ناقص واحد. فهنا هو بينده على الداله تاني، يبقى انا اهو قلت لك ايه؟ بينده الداله بتعمل استدعاء لنفسها، يبقى انا بنده على الفاك داخل الداله الكبيره اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها فاك. فالداله بتعمل استدعاء لايه؟ الداله بتعمل استدعاء لنفسها. وتحت خالص قلت له برنت فاك اوف ايه؟ فاك اوف 10.
تعالى نشوف الكود ده بيتنفذ ازاي. انا هنا في الامر ده بستدعي الفانكشن، لان انا قلت لك قبل كده هو اول ما بيشوف تعريف الداله ما بيدخلش جواها اطلاقا. هيدخل جواها امتى؟ لما اروح استدعي الفانكشن دي، هيقوم سايب كل ده ونازل تحت. اللي انا اقول له برنت ماشي، هيقول لي هات بعد كده. فاجئ في 10 هنا انا بستدعي الداله بتاعتي. يبقى انا بستدعي الداله بتاعتي عن طريق ان بقول له فاك اوف ايه؟ فاك اوف 10، يعني ان قيمتها بكام؟ ب 10. لما لاني بستدعي الداله عن طريق الامر ده، هيقوم راجع تاني للداله بتاعتي ويقوم داخل في التعريف بتاعها ويقوم نازل. بقت قيمه ان ب 10، يقوم نازل يشوف اف ان ايكوال ايكوال 1. هل ان بتساوي 1؟ لا، ده ان بكام؟ ب 10. هل 10 بتساوي 1؟ لا. هيقوم خارج بره الامر ده ونازل للامر اللي اسمه ايه، ويقوم نازل للامر اللي اسمه ايلس، ويقوم مرجع لي ايه بقى؟ 10 في فاكتوريال 9. 10 في فاكتوريال كام؟ 9. وهيقوم عامل لها برنت، لان انا قايل له برنت. لكن لو ما قلتش برنت هنا استحاله هيعمل ايه. هو هيحسبها جواه لكن مش ايه، مش هيعرضها كويس. وهيقوم عامل يبقى هيديني في اول حاجه هنا في اول حركه، ممكن اعمل كومنت هنا، هيديني كام؟ 10 مضروبه في فاكتوريال كام؟ فاكتوريال 9. بس خد بالك، هل هو يعرف فاكتوريال 9 بكام؟ لا، ما يعرفش فاكتوريال 9 بكام. ما يعرفش فاكتوريال 9 بكام. هيقوم راجع تاني للداله بتاعتي، هيلاقيني باكل الداله، هيقوم راجع تاني للداله بتاعتي 9. هل 9 بتساوي 1؟ لا، هيقوم خارج بره اف ونازل لمين؟ لإلس، لاني بقول له ريتيرن ان، ان في الحاله دي بكام؟ ب 9. في فاكتوريال كام؟ 9 ناقص 1 اللي هي 8. هيقوم مديني كام؟ 9 في فاكتوريال 8. هيقوم كاتب هنا 9 في فاكتوريال، بقى دي هتبقى فاكتوريال 8. حلو، هل هو يعرف فاكتوريال 8 بكام؟ لا، ما يعرفش. هيقوم طالع تاني للداله بتاعته، هيستدعيها تاني، يقوم طالع للداله 8. هل 8 بتساوي 1؟ لا، هيقوم طالع بره اف ونازل لي ايلس. يعني انا بقول له ريتيرن ان فاكتوريال ان ناقص 1. طب ان بكام؟ ب 8. يبقى 8 فاكتوريال ان ناقص 1 بكام في الحاله دي؟ فاكتوريال ان ناقص 1 في الحاله دي ب 7. اهو هيقوم شايل تاني واحد 7. هل هو يعرف فاكتوريال 7 بكام؟ لا، هيقوم راجع تاني للداله، يقوم راجع هل 7 بتساوي 1؟ لا، هيقوم نازل لإلس، يقوم قايل لي انا بقول له بقى اهو ان اللي هي 7 في فاكتوريال 6. هيلاقيني بقول له ايه؟ 7 في فاكتوريال 7 ناقص 1 اللي هي كام في الحاله دي؟ 7 ناقص 1 اللي هي 6. هل هو يعرف فاكتوريال 6 بكام؟ ويفضل ماشي على الشرط بتاعي لغايه ما نوصل لان بتساوي كام؟ ان بتساوي 2. هل الاثنين بتساوي 1؟ لا، هيقوم نازل لاف، يقوم قايل لي 2 في فاكتوريال 1. يطلع تاني فوق، ان بقى هل 1 بيساوي 1؟ ريتيرن 1. هنا ريتيرن 1 هو مش هيرجع 1، لان انا هنا مش قايل له بعد ريتيرن حاجه، ما قلتلوش برنت حاجه. يبقى هو هيرجع لي 10 في 9 في 8 في 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. وفي الحاله دي هيرجع لي كل الكلام ده مضروب في بعضه، وبالتالي لما اجي اقول له رن الجزئيه دي من الكود هيرجع لي كام؟ هيرجع لي الرقم الكبير اللي هو قدامي ده، اللي هو عباره عن ايه؟ فاكتوريال 10، اللي هو 10 في 9 في 8 في 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. هيفضل يعني يكونديشن عليه لغايه اما ان تبقى قيمتها بواحد، هيقوم عامل ايه؟ ريتيرن الواحد. طب ليه ما رجعليش واحد؟ لان انا مش قايل له بعد ريتيرن حاجه. لو انا قايل له برنت الواحد ده، هيقوم عامل لي برنت الواحد اللي هو لقى واحد. تمام كده؟ طيب بكده نبقى احنا خلصنا الفانكشنز وخدنا مجموعة حاجات كويسة خاصة بالفانكشنز، أتمنى الناس تذاكرها كويس.